بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 126. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أو لم تعد، فهل يتشاركان في النعيم والعذاب أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رحمه الله وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه بقوله: الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام. وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث، كقول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، وإنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم، وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره. وقد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، ولكن ينكرون معاد الأبدان، وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان. وكلا القولين خطأ وضلال، لكن قول الفلاسفة أبعد عن قول أهل الإسلام، وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام، بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام. القول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب، بل لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى، كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. فجميع هؤلاء الطائفتين ضلال في أمر البرزخ، لكنهم خير من الفلاسفة، لأنهم يقرون بالقيامة الكبرى. فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة، فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب؟
أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم، ونحن نذكر ما يبين ما ذكرناه. فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة ونحن معه إذ جالت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال من يعرف هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراك. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديث صحيحة في إثبات عذاب القبر، إلى أن قال بعضهم ولهذا السبب يذهب بعض الناس بدوابهم إذا مغلت، والمغل مغص يصيب الدواب بسبب أكلها التراب، فيذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى والمنافقين، فإن أهل الخيل يقصدون قبورهم لذلك. فقد قيل إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصلت لها من الحرارة ما يذهب المغل. ثم نبه الشيخ رحمه الله إلى أن بعض الجهال يظن أن أصحاب هذه القبور من أولياء الله، ولذلك يحصل للخيل شفاء عند قبورهم من المغل. أقول وهذا ما ضل بسببه كثير من الجهال والضلال عند القبور، قد يحصل لهم شيء من حاجاتهم ومقاصدهم لسبب خفي فيظنون أن هذا بسبب الموتى، قد يكون ذلك فتنة لهم أو بسبب تصرف الجن والشياطين لإضلال بني آدم. وبهذا القدر نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.